عصير الاناناس ولا مخيطوط الاناناس. اللي مش عندنا لهنايا علبه الاناناس مقدار 500 غرام في الاناناس نحول هذاك في السيرو تاعنا. عندنا عصير الليمون، كميه السكر، الماء ولي كلاصون بيان سور اللي باش ندير لنا لا تيكستور. واش نديرو؟ ناخذوا لهنايا الاناناس تاعنا بعد ما قطعناها مكعبات، انا ما استعملناش السيرو تاعها. عندنا لهنا عصير الليمون لهنايا، هنا يجي شغل مخيطو تاع الاناناس. عندنا لهنايا كمية تاع السكر، هنا لي كلاصون نعاود بالنا شوية كمية تاع لي كلاصون، ونزيدو نضيفولو الماء. هنا راه تيكستير ولا القوام كيما نحبو حنا. نذكروا شيف نديم كل صباح يعطينا هكذا فكره حتى نبداو قبل المنيو تاعو، يعطينا هكذا ومضى ومضى على واش حيطير يطيب لنا، ولكن يبداها دائما بحاجه هكا كتحليه ولا كحاجه فخاش اللي الانسان يبدا بها نهار. انا عجبتني غير هذيك الريشه 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 والبوزنزاو دايره.